السلام عليكم، أنا دينا إبراهيم، 19 سنة، دي أول مرة أشارك في مناظرة. أعتقد المناظرة النهاردة بتناقش موضوع مهم جدا في المجتمع عندنا، هي بتطرح الأسئلة أكتر ما هي بتجاوب عليها، بتسيب الشخص هو اللي يجاوب عليها مع نفسه، تسيب مساحة كبيرة للتفكير وحرية الرأي. أحب بعد كده أن أنا أشوف مواضيع لها دعوة، مواضيع اجتماعية أكتر. أنا شايفة يعني مشاكل اجتماعية إذا اتحلت هتأدي لحلول تانية في كل مجالات في حياتنا، فرأيي أن دي أكتر حاجة محتاجين أن احنا نسأل نفسنا فيها دلوقتي. و بس شكرا.